السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. افادت مديرية الدفاع المدني الجمعة ان عجلة مدنية هوت من اعلى جسر في الموصل، موضحة ان فريق تابع للمديرية تدخل لانقاذ الركاب. وذكرت المديرية 24 من كانون الاول 2021 ان فرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من التعامل مع عجلة مدنية اصطدمت بسياج جسر سنحاري بالحديد في ايوسر الموصل لتهوي ساقطة من اعلاه للارض، لتتسارع فرق انقاذ الدفاع المدني لموقع الحادث. وأضاف البيان أن فرق الدفاع المدني اضطررت لا استخدام معدات وأجهزة الإنقاذ الهيدروليكية لتتمكن من سحب وتقطيع معدن حطام العجلة وإخراج شخصين ليتم تقديم الإسعافات الأولية وتأمين نقلهم إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج اللازم فيها. وأشارت إلى أن سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه.